السماوات السبع أو سبع سماوات يعني مرتبطتين، هذه أو تلك، تكررت بالضبط سبع مرات في القرآن فقط، ليس الله. ثمانية وليس ستة. هل هذا من صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. يمكن لبشر أبدا أبدا. ألوان الطيف الضوئي سبعة، هل تشك في ذلك؟ لا طبعا، نراه أمامنا حقيقة. نعم نعم. كلمة ألوان في القرآن ذكرت سبع مرات بالضبط، يعني قشعر جلدي وقشعر شعري الآن يا دكتور الله. يعني عجيب هذا الكلام. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند رب تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. جل الحكيم القادر. أراد المشككون أن يطعنوا في قرآننا الكريم، فقالوا إن نبيكم لم يكن أميا، فرد عليهم القرآن الكريم: لعلم الله أن نياتهم خبيثة. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في آية كريمة تضحض كل مشكك، يقول الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. صدق الله العظيم. فأمية النبي صلى الله عليه وسلم هي قمة الإعجاز. وحلقة اليوم نرحب فيها بداية بالدكتور عبد الدائم الكحيل، مرحبا بكم دكتور في لقاء متجدد. يا أهلا وسهلا ومرحبا فيك في برنامج أنزله بعلمي اليوم. نبدأ كما تعودنا. نعم. سؤال: هل هناك في الآيات القرآنية يعني آيات أو علامات إعجاز وتحدي للبشرية من ناحية موضوع الإعجاز العلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كل كلمة هناك معجزة، صحيح. سأقول لك كيف. القرآن الكريم كلام الله المقروء، صحيح، والكون هو خلق الله المنظور. جميل. فإذا ما درست القرآن ودرست الكون يجب أن تجد تطابق بينهما، تطابق كامل. مثال على ذلك، مثال بسيط جدا: كم عدد السماوات؟ سبع. سبعة. نعم. هذه حقيقة قرآنية. نعم. نذهب إلى الكون، نجد كل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات فقط، لا يمكن أن يكون هناك طبقة ثامنة، سبعة. إذن البناء الكوني قائم على ماذا؟ على رقم سبعة. عجيب. كل رقم. أنت تعلم وحدة البناء الأساسية للكون؟ الذرة. الذرة. نعم. كل ذرة من ذرات الكون، من ذرة الهيدروجين إلى ذرة اليورانيوم الذهب، كله يتألف من سبع طبقات إلكترونية. يا الله. لو ذهبنا إلى القرآن من جديد، بحثنا عن السماوات السبع، يعني بحثنا عن الرقم سبعة وعن السماوات، كم مرة ارتبطتا مع بعض؟ جميل. عدد السماوات كم؟ سبعة. سبعة. إذا بحثنا سوف نجد أن عبارة السماوات السبع أو سبع سماوات يعني مرتبطتين، هذه أو تلك، تكررت بالضبط سبع مرات في القرآن فقط، يا ليس الله. ثمانية وليس ستة. العجيب. هل هذا من صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لبشر. أبدا أبدا. ألوان الطيف الضوئي سبعة، هل تشك في ذلك؟ لا طبعا، نراه أمامنا حقيقة. نعم. نعم.
كلمة ألوان في القرآن ذكرت 7 مرات بالضبط. يعني قشعر جلدي وقشعر شعري الآن يا دكتور. الله. يعني سبحان عجيب الله. هذا الكلام يعني. ومن أين هذه يعني التحليل الرقمي حضرتك جيبه منين دكتور؟ هذه دراسات. دراسات. نعم. وهناك برنامج إحصاء القرآن. أيوة. لمن أحب أن يتأكد. موجود على موقعكم. وإذا لم يقتنع فليفتح القرآن ويعد بنفسه. يعد بنفسه. وهذا البرنامج مجاني أعتقد دكتور كما قرأت. برنامج مجاني ومطروح واستفاد منه الكثيرون الحمد لله. وهو من أدق البرامج في إحصاء القرآن نعم الكريم. نعم نعم تكلم عنه الكثيرين دقيق نعم. جدا. نعم. نحن نعلم أن السنة تتألف من 365 يوما وربع تقريبا. نعم. فواصل هناك كسور قليلة. نعم. ولكن الرقم الصحيح هو 365. جميل. إذن أين نجد هذا اليوم الذي هو 365 يوما في القرآن؟ أين؟ لنبحث عن كلمة يوم في القرآن نجدها قد تكررت بالمفرد، ليس يومين أو أيام، يوم. يوم بالمفرد. تكررت بالضبط 365 مرة بعدد أيام السنة. آمنت بالله العلي العظيم. ومن يكذب هذا فليأتنا بالكلمة رقم 366. إذا أنا وضعت إحصائية على الموقع. جميل. 365 مرة. من يكذب فليأتني بالآية رقم 366. حقيقة يقينية. كلمة يوم بالمفرد منفردة. وهذا له سر. بالجمع لها إعجاز بعد قليل. طيب الشهر نحن نعلم أن أشهر السنة كم؟ 12. الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نأخذ نفس القياس كلمة شهر بالمفرد، ليس شهرين أو أشهر، شهر بالمفرد، نحن نسير وفق ضوابط. تكررت كلمة شهر في القرآن 12 مرة بعدد أشهر السنة. آمنت بالله. ومن يكذب فليأتني بالمرة 13. تحدي يعني. تحدي أنا يعني أنا أيعجز لساني عن الحديث يعني الله. أنا أسمع كلام الله وإعجاز الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. طيب دعوات أطلقت كثيرا مؤخرا قالوا إن القرآن لا يساوي بين الرجل والمرأة ويظلم كذا. القرآن فيه لمحات يعني رائعة جدا. عندما بحثت عن كلمة رجل بالمفرد، انظر أنا أسير بمنهج ثابت. لا نعم لا منهج ثابت. نعم. نعم. وكلمة امرأة بالمفرد، كلمة رجل تكررت 24 مرة في القرآن، وكلمة امرأة تكررت 24 مرة في القرآن، نفس العدد. مساواة في القرآن. مساواة بالأرقام. الله أكبر. طيب. القرآن هو كتاب توازن يمنحك صحيح. التوازن بين الدنيا والآخرة صحيح. لا تطغى هذه على تلك ولا تلك على هذه. نعم. كنتم خير أمة. نعم. وغالبا ما تأتي آيات توازن بين الدنيا وبين الآخرة صحيح. طيب أين نجد هذا التوازن في القرآن؟ كناحية رقمية. كناحية رقمية. عجيب. عندما بحثنا عن كلمة الدنيا في القرآن كله وجدناها قد تكررت 115 مرة. جميل. وعندما بحثنا عن كلمة الآخرة في القرآن كله وجدناها تكررت 115 مرة بنفس العدد تماما. دكتور توازن توازن دقيق. واحد يعني ماذا أقول سبحان يعني الله. عاجز أن أتكلم سبحان عنه. سبحان الله. عجيب. لدينا عجيب. في القرآن الكريم أمثلة كثيرة جدا تتحدث عن الخلق والكون. مثال خلق الإنسان يتم على 7 مراحل معروف. الطين، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، اللحم، ثم أنشأناه خلقا آخر. كم؟ 7 مراحل بنص القرآن. نص القرآن ده حقائق قرآنية دي. نعم. ابحث عن عبارة خلق الإنسان أو خلق الإنسان، يعني عن خلق الإنسان. كلمة خلق أو خلق مع كلمة إنسان كم مرة اجتمعتا في القرآن؟ 7 مرات بعدد مراحل خلق الإنسان. طيب الإنسان نحن نعلم هم بنو آدم. عبارة بني آدم في القرآن بالضبط 7 مرات ذكرت فقط. بني آدم يعني الإنسان هو من بني آدم.
طيب أنا الآن إذا بحثت في عالم يعني المخلوقات، عالم الطيور، سوف أجد تناسق وتوافق عجيب جدا بين الكون وبين القرآن. مثال على ذلك، مثال الشمس والقمر، هناك دورة تسمى الدورة الاقترانية، يجتمع الشمس مع القمر كل 19 سنة وفق نظام محدد يتكرر كل 19 سنة. صحيح، تدعى الدورة الاقترانية للشمس والقمر، معروفة في علوم نعم نعم تتكرر. إذن تجتمع الشمس والقمر مع يعني وضع معين فلكي، هذا الوضع لا تراه إلا بعد 19 سنة. ما علاقة ذلك بالأجهزة؟ مدتها 19. نعم. كلمة الشمس اجتمعت مع القمر في 19 موضعا فقط من القرآن. يعني المشاهدين أنتم متحملين هذه الإعجازات التي تسمعونها. نكمل يعني أنا أقف يعني كل ذرة في جسد أي إنسان، لا أقول مؤمن أو غير مؤمن، يسمع هذا الكلام وهذا الإعجاز في كتاب الله بهذه الدقة، لا يسعه إلا أن أقول إلا أن يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الذي أنزل هذا الكلام بتلك الدقة. فلو اجتمع أعظم مؤلف في العالم ليكتب كتابا يضع فيه كلمات بهذه الأعداد والتناسبات، دنيا والآخرة، بني آدم، خلق الإنسان، اجتماع الشمس والقمر، لا يمكن، لا يمكن إلا أن نقول آمنا بالله وحده، آمنا بالكتاب الذي أنزل وبالنبي الذي أرسل صلوات ربي وسلامه عليه. أنزله بعلمه. بعد هذا الكلام الذي سمعناه في الجزء الأول تذكرت قول الحق تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. دكتورنا نعود ونسأل يعني بمناسبة الحديث عن الإعجاز الرقمي، لماذا هذه الآية التي ذكرتها الآن وقرأتها على المشاهدين ذكر الرقم 10 بالتحديد؟ سبحان الله، كل رقم له حكمة، يعني لا يوضع عبثا في القرآن. فالله تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. صحيح. وتحداهم أن يأتوا بسورة وتحداهم، ولكن هذه موقع هذه الآية أين نجده في القرآن؟ يعني هناك دائما ترتيب محكم. أتحفنا دكتور. نعم. هذه الآية وردت في سورة هود عليه السلام. عليه السلام. ما ترتيب سورة هود؟ سورة هود يسبقها من القرآن 10 سور، هي السورة رقم 11. يا الله. فبعد 10 سور عندما يعني تقرأ هذه 10 سور وتستوعبها يقول لك الله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. انظر الدقة. طب هذه الآية نزلت أين؟ بمكة. سبحان الله. بينما سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما قبل تقريبا في المدينة. في المدينة بقى كثير منها في المدينة. ورتب القرآن ترتيبا طبعا وحي من 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 توقيفي. التوقيفي نعم. فكيف جاء موقعها هنا؟ إذن أنزله بعلمه، حتى الله ترتيب الله. الآيات والسور محكم. سبحان الله. صلوات ربي وسلامه على من نزل علي هذا الكلام. كنت ذكرت كلمة نعم. يوم نعم. تكررت 365 مرة بعدد أيام السنة. نعم. سألني أحدهم لماذا لم تأخذ كلمة أيام، وعندما بحثت أين أجد هذه الكلمة وجدت أن الأيام القمرية، القمر نحن نعلم الشهر القمري مدته 29 ونصف يوما تقريبا. نعم. وهذه الدورة الظاهرية تسمى الدورة الظاهرية للقمر. لماذا؟ لأن القمر يدور والأرض تدور. نعم. فيأخذ تقريبا يومين وربع زيادة. سبحان الله. أما الدورة النجمية أو الحقيقية التي اكتشفت حديثا للقمر هي 27 يوما تقريبا. سبحانك يا رب. القمر عدد الأيام التي يدور فيها القمر دورة كاملة حول الأرض إذا راقبته من خارج المجموعة الشمسية تمام.
تجدها 27 يوما ونيف، كثور قليلة. جميل. كلمة أيام ذكرت 27 مرة بعدد الأيام الخاصة بالقمر. دقة. وكلمة قمر ذكرت 27 مرة أيضا. يعني سبحان يعني الله كيف يحدث ذلك لو لم يكن هناك برنامج في القرآن مثل برامج الكمبيوتر؟ الله أكبر. كل كلمة مبرمجة. مثال على ذلك، الله أكبر. في القرآن الكريم يأتي الليل، النهار، الشمس، القمر. قال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صحيح. في آية أخرى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم. آية ثالثة وهكذا، حتى تجد أن الليل يأتي قبل النهار. نعم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. خلق الليل والنهار. نعم صحيح. كله هكذا. الشمس تأتي قبل القمر أيضا. سخر الشمس والقمر. يعني نظام، هناك نظام. نظام. ثابت. نعم. في طب لماذا هذا الترتيب؟ يعني لماذا الليل أولا؟ قبل النهار والشمس ثم النهار قبل القمر. ثم الشمس ثم القمر. تبين أن هناك نظام أشبه ببرنامج كمبيوتر موجود في القرآن. عجيب. الكلمة لو أخذنا هذه الأربع كلمات سوف نجد الكلمة الأكثر تكرارا بينها هي كلمة الليل. تليها كلمة النهار ثم الشمس ثم القمر الأقل تكرارا، رتبت في القرآن حسب نسبة تكرارها في القرآن. الله أكبر. الله سبحان أكبر. الله. عجيب عجيب عجيب. وهناك ترتيب كوني أن معظم الكون مليء بالظلام أكثر من 99%. إذا أخذنا الليل كإشارة للظلام يملأ الكون. صحيح. الضوء أقل من 1% الذي نراه في الكون على فكرة. أقل لا نرى شيء من 1%. نعم، مما نراه من المجرات وغير ذلك. سبحان الخالق. نعم. الشمس هي دليل على النجوم، وعددها أكبر من أعداد الكواكب. النجوم أكبر. أكبر. أقل شيء الكواكب الباردة إشارة إلى القمر. سبحان الله. حتى ترتيب في الخلق يعني في الكون هذا، هذا هو الترتيب. الله. سبحان الله. نعم. سبحان الله. طيب دعني أرى معك بلغة. نعم. الأرقام لكي لا يشكك أحد بكلامنا. تمام تمام. صدق هذه الحقيقة الرقمية الواضحة جدا التي لا يجادل بها أحد. لا يجادل بها أحد. أن كلمة الليل تصور معي 92 مرة في القرآن كله. ورقم سورة الليل 92 على فكرة، يعني هي على الهامش. كلمة النهار 57 أقل. كلمة الشمس 33 أقل. كلمة القمر 27 بعدد أيام القمر. نعم. وكلمة القمر الدورة الحقيقية. نعم. إذن رقم سورة الليل يساوي تكرار كلمة الليل في القرآن. ما يعني ما هذا، ما هذه المصادفة؟ والله إنها يا دكتور مقصودة للإعجاز وليس مصادفة. وتنكشف في هذا العصر، مهيئة لعصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيش له. انظر، هذا هو القمر. من كان يعلم أن الدورة الحقيقية هي 27 يوما تقريبا فاصل ثلاثة، تكررت كلمة القمر 27 مرة تماما بعدد الأيام التي يدورها القمر حول الأرض. أن لبشر أن يرتب هذا الترتيب ما يستطيع. ثم سيأتي الآن بعد قليل إعجاز أعلى من هذا عندما تقوم بجمع الأرقام 92 زائد 57 زائد 33 زائد 27. الكلمات الأربعة تعطيك 209. ماذا يعني هذا العدد؟ يعني لماذا 209؟ لماذا صحيح ليس 210 أو 208؟ ليه يا دكتور عبد الدائم؟ لأن هذا له علاقة بالليل والنهار والشمس والقمر، علاقة كي. مباشرة بالدورة الاقترانية الكونية. كي. دورة القمر تتكرر كل 19 سنة. هذه حقائق علمية. جميل. القمر له دورة تتكرر كل 19 سنة. جميل. بينما الشمس تتكرر دورتها كل 11 سنة. طيب. طيب الآية تتحدث عن الليل والنهار والشمس والشمس والقمر. هذه هي دورة الشمس كما يرسمونها، تتكرر هذه البقعة الشمسية. أي لون؟ تعيد نفسها. هذه منحنيات تدل على ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة على سطح الشمس والوهج الشمسي. وهذا الوهج يتكرر نفسه كل 11 سنة. الآن العدد 11 مضروب ب 19 هو 209. عدد كلمات الليل والنهار والشمس والقمر يساوي دورة الشمس مضروبة في دورة القمر.
كأنه هذه حسابات رقمية معقدة ودقيقة ولم يصل إليها العلماء إلا حديثا، كأنها توحي لي أن الخليط الكوني والإعجاز الرقمي مصدره واحد هو الله سبحانه وتعالى. يا دكتور الله. لأن العلماء قالوا إن الكون بني على لغة الرياضيات والأرقام. سبحان الله. الكون بني على لغة الرياضيات، معروفة هذه حقيقة. نعم. 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 فلا بد أن نجد هذه اللغة في كلام خالق الكون سبحانه وتعالى. أحكمت آياته. آياته. وكذلك كما أحكم آياته فهو من باب أولى قد أحكم كونه جل في علاه. سبحانه وتعالى. الله سبحانه عليك وتعالى. والله يا دكتور يعني أنت بهذه المعلومات القيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ميزان حسناتك، وأن يجعلها كذلك يعني طريقا أيها الأحباء، طريقا لنور الهداية. نحن في عصر العولمة، عصر الأرقام، عصر التكذيب والتشكيك، يخرج لنا باحثون أمثال الدكتور عبد الدائم وغيره ليبينوا للناس ما هو موجود حقيقة في القرآن من 1400 سنة، لكنه انكشفت عنه الحقائق العلمية التي وصل إليها بنو آدم. لا يسعنا أن نقول بعد هذه المعلومات الدقيقة إلا أن نشهد من قلوبنا بأن الله عز وجل هو الخالق القادر، بأن الله عز وجل هو منزل القرآن، هو منزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون العالمين نذيرا. أحبتي الكرام، في نهاية حلقتنا نشكر الدكتور عبد الدائم كحيل على هذه المعلومة التي أثارتني أنا شخصيا وجعلتني أجلس يعجز لساني عن النطق أمام هذا الإعجاز. وكما قال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا. قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا. ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.